السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير. انا عارف اولدي بغيتي غير الجواب وتمشي في حالاتك، ما كرهتيش دابا نكتب لك كل شيء هنايا وتنقله وتمشي. ما خاصك صداع الراس، ما خاص اللي يشرح لك، ما خاص اللي يفهمك. اخويا خليني ناخذ الاجوبه ونمشي في حالي. هاد الشيء اللي تدير فيه راه خطا او ما مزيانش، تبع معايا باش تفهم. راه المرض تيتفهم ما تيتحفظش، و الا كنتي تنقل راه غيجي واحد النهار وغتندم على النهار اللي نقلتي فيه. حاول انك تخرج التمرين وعاد شوف الاجوبه، قرا السؤال مزيان. دائما في السؤال كيديروا لنا واحد لومو اللي هو اون غرا، بحال هذا تخادوير. شنو هي تخادوير؟ هي غادي نحولوا، غنحولوا لي فراس سويفونت اليد اونيكمون دي سيمبول ماتيماتيك. غادي نحولوا هاد الجمل، نحولوهم رموز رياضيه، ما غادي نرسموا ما والو، بحال هادشي. وتبع معايا الله يرضي عليك باش تفهم. ايوا مزيان اولدي، ما تنساش دير لنا واحد لايك تحفيزي. راه الاغلبيه تيشوفوا الفيديوهات وما تيديرولناش لايك، ما فهمتش. ما تخسر عليا والو اصاحبي، لايك ما تخسر حتى شي حاجه. قالوا لنا لو بوين ام، هاد النقطه ام ابارتيان على دروات، تنتمي لواحد المستقيم كي باس باغ او بي. ها هو ا، ها هي النقطه ا، وهي النقطه بي. دابا هنا غادي نرسمو باش نشرح لك السؤال ومن بعد نجاوبو على السؤال. ها هو المستقيم او بي، صافي. هذا هو المستقيم او بي، واحد المستقيم كيدوز من او بي. قال لك هنايا الام ابارتيان، يعني كتنتمي، يعني حتى هي راه معاهم، حتى هي تكون مثلا هنا ولا تكون هنا، المهم كاينه فوق المستقيم، اما تكون هنا اما تكون هنا اما تكون هنا، اذا كتنتمي. باش نجاوبو على السؤال ديالنا، الكتاب اللي غادي نكتبو غادي نقولو ام ابارتيان على دروات ا بي. اذا هذا هو، قالوا لنا اكتب بالرموز و ماتيماتيك اللي هو هذا الجواب، وهذا التفسير باش تشوف بالشكل كيفاش تفسرناه. لو بوين ان نابارتيان با او سيغمون ديكستريميتي سي او بوان. دابا شنو هي هنا سيغمون؟ بعدا سيغمون قلنا عندنا هنايا سي، وعندنا هنا تي. نقد نطولها ما عنديش مشكل، لا عندي المشكل. دونك هنايا سيغمون لي زيكستريميتي هما هاد الحدود، هما الحد. لي زيكستريميتي سي و تي هما الحد ديال هاد القطعه. قالوا لينا هنايا ان ما كتنتميش لهاد القطعه، يعني الا بغيتي انت تراسيها باش تعرف ان تقد تكون تجي هنا تجي هنا تجي هنا تجي هنا تجي هنا تجي، ما تجيش غير وسط هاد القطعه هادي هنا، ما تجيش، صافي. وغادي نجاوبو رياضيا وغادي نقولو بان ان نابارتيان با، وهنايا غادي نديرو سيغمون اللي هي سي تي. دابا السؤال رقم 3، قالنا لو بوين بي اي سور لا دومي دغوات دوريجين او او اي باسون باغ او. اذا فين هو دومي دغوات؟ حنا ناخدو دومي دغوات. دومي دغوات لوريجين ديالو هو او اللي هو هدا لوريجين، دومي دغوات، و تيدوز من اف، اذا كيدوز على لو بوين اف، هذا كيتسمى دومي دغوات. مزيان، قالوا لنا هنايا بي مالها؟ كاينه على سيغ، اذا فين غتكون؟ الا بغينا نرمزو ليها تقد تكون مثلا هنا، تقد تكون هنا، تقد تكون هنا، تقد تكون هنا، تقد تكون هنا، في اي بلاصه درتيها في هاد البلاصه، ولكن ما ديرهاش هنا، الا من هنا الفوق، اذا تكون على هاد النصف المستقيم. وغادي نكتبو بان بي ابارتيان دومي دروات اللي هو او اف، ومفتوح من جهه الاف. مزيان، واخا ما فهمتيش كيفاش قريت السؤال، غنعاودو. لا دروات دلتا المستقيم دلتا مالو؟ اي هو باراليل على دروات كي باس بار لي بوين جي اف. اذا هذا المستقيم هذا دلتا رسموه هو هذا، هذا هو المستقيم دلتا، ياك؟ قالوا لنا بانه باراليل لواحد المستقيم اللي تيدوز من واحد جوج نقطات. حيت انا رسمو واحد المستقيم بحال هكا، ها هو هذا مستقيم مثلا، سميوه مستقيم واحد مثلا. هذا المستقيم تيوازي دلتا، ولكن هذا المستقيم هذا اللي كيوازي دلتا مالو؟ تيدوز كي باس باغ لي، تيدوز على مثلا جي وكيدوز على اش. اذا هاد الحاله هادي شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو بان هذاك المستقيم دلتا مالو؟ باغاليل، ها هي باغاليل لا دروات اللي تيدوز ما بين جوج نقطات، حيت جوج نقطات كيعطيونا المستقيم، وكنديرو ليه جي اش.
إذن هذه كتابة رياضيا وهذه كتابة اون لاتر. دابا خامسا لا دغوات باسون باغ لي بوان اي جي اي بيربونديكولار ا لا دغوات دلتا. دابا لا دغوات عندنا جوج نقطات، مات عندنا هنايا اي وعندنا واحد النقطة جي. هذاك لا دغوات كي باس باغ اي جي يعني اللي كيدوز عليهم بجوج اللي هو هذا، هذا هو لا دغوات. مال هاد لا دغوات هذا؟ اي هما جاو هنا قالوا لنا اي، اي هي هو اي مالو بيربونديكولار، بيربونديكولار هي عمودي. اذا عمودي على من؟ على دلتا. دونك دلتا غيكون داير بحال هكا، هذا هو دلتا وتكون معاه واحد الزاويه قائمه هنا. اذا هذا دلتا، والا بغينا نكتبوها غادي نديرو هذاك المستقيم اللي كيمر من جوج النقطات اللي هو اي جي. مالو عمودي؟ الرمز ديال عمودي هو هذا، على من؟ على المستقيم دلتا. تخيل. وبالنسبة للتمرين رقم جوج راه غادي تلقى الحل ديالو في الصفحة 247. دونك ليكزارسيس نيميرو 3 اون كونسيديري لا فيغور سويفونت. إذا تنعتبر اون كونسيديري هي نعتبر، نعتبر الشكل التالي اللي هو هذا. كنلاحظوا فيه بزاف ديال الخطوط والمستقيمات والقطع إلى غير ذلك. دابا الجواب ديالي، أول سؤال عندي اللي هو تخاصي. دابا تخاصي هي أرسم ولا أرسم، صافي ارسم هي تخاصي. ارسم هذا شنو هو؟ مستقيم اج جي. ها الا ها جي، اذا مستقيم اج جي غادي يدوز منهم بحال هكا، صافي غادي يرجع يعني غيطول بحال هكا. اذا هذا هو المستقيم اج جي، حنا رسمناه هنايا. نرسمو النصف في المستقيم جي او. اذا الاصل هو جي والاو هو هذا نصف مستقيم، غنحاول نبدل اللون. فوالا غادي نبداو من جي وغادي ندوزو على الخط او. ها هو نصف المستقيم جي او. وهنايا القطعة لان محصورة من ضفتين، قطعة بي اف، قطعة بي اف غادي نديرلها تاهي كولور ونديرو ليها مثلا لو نواغ. هادي هي القطعة بي اف، ماشي متجهة وها قطعة. اذا هاد السؤال الاول جاوبنا عليه. اذا بعد ما وضعت الشكل ديالي هنايا طرفتو، دابا كومبليتي باغ، هادي ابارتيان يعني تنتمي، وهادي نابارتيان با لا تنتمي. قلنا تنتمي يعني خاص تكون لداخل، معلين سي مع المستقيم دلتا. فين هي السي؟ ها هي النقطة سي، والمستقيم دلتا هو هذا. إذا هي النقطة سي هنا. واش كتنتمي؟ نعم. دونك غادي نبدل الكولور باش يبان، وغادي نديرو لو غوج وغنديرو حتى تنتمي. بالنسبة نصف المستقيم ولا القطعة بي أ، بي أ ها هي، ها هي الأ هنا وها هي البي. واش كتنتمي؟ كتنتمي أ. واش كتنتمي للمستقيم دي؟ إذا المستقيم دي هو هذا. واش كاينة فوق دي؟ كاينة، إذا كتنتمي. سي واش كتنتمي للأ جي؟ دونك هنايا ها هو المستقيم الأ جي بالأحمر، وهي السي بعيدة على الأ جي، إذا لا تتنتمي. دونك نديرو هكا لا تنتمي، لا بارتيان با. بي بالنسبة للسي أ، ملي تنقول سي أ نصف المستقيم، ماشي كلو ولكن كنبدا من السي وغادي عند أ. إذن بي ما كايناش في هذاك الخط الاحمر، دونك لا تنتمي، لا تنتمي. سي اش ها هو السي اش هو دلتا، ولكن بي بعيد على السي اش، اذا لا تنتمي. غنجيو عند جي مع المستقيم دي، ها هو المستقيم دي والجي بعيد عليه، اذا لا تنتمي. ا بالنسبه لبي سي، ها هي البي سي. ملي تنقول بي سي يعني في المستقيم بي سي، يعني جاي من بي وغادي السي، إذا كتنتمي لي. و أ بالنسبة للمستقيم بي سي يعني كتنتمي لي. تخي بيان. إذا ليكزارسيس نيميرو 4 أ بي إي أن سيغمون تيلكو كتساوي، و إم إن تخوا بوان تيلكو إم أ زائد إم بي كتعطينا 5.7، و إن بي ناقص إن أ كتساوي كدا، و بي أ كتساوي كدا. قالك مونطخي، هادي مونطخي هي نبينو بأن أ و بي و أ و بي و إم و إن و بي مالهم مستقيمين، كينتميو لنفس المستقيم. ساشون كو ان الام ا فيها 2.85 والان بي فيها 11.4، اذا استنتج لينا المنتصفات ديال القطعه ا بي وديال القطعه بي ان. و الا كانت بي هي الميليو ديال ا بي، حسب لينا المسافه البي ا والمسافه البي بي. تبع معايا مزيان باش تفهم.
دابا غادي نجيو وغادي نرسمو هذيك القطعه الا بي اللي القياس ديالها 5.7. غناخدو لك الخيون ديالنا وغنجيو لهنايا وغادي نرسمو 5.7. فوالا ها هي 5.7 اللي هي القطعه ا بي. نحيد المسطره ديالي. فوالا اذا هذه هي القطعه ا بي. دابا شنو قالوا لينا عاوتاني؟ قالوا لينا نعم سيدي بان الام و ان والبي 3 بوان تيركو بان الام ا زائد الام بي كتساوي لنا 5.7. دابا هنا خاصنا نبينو مونطخي بان هادو مالهم اليني. شوف ليا من هنا غادي نمشيو نيشان. لا دابا مالهم كاين لا شكل لا والو، ما غاديش نحتاجو الشكل كاع في هادشي كامل. صافي تبع معايا مزيان باش تفهم شنو غادي نديرو هنايا باش غادي نبينو شنو غادي نقولو. واخا تبع معايا مزيان الله يعطيك. غادي نقولو اون، اذا شنو عندنا اون بان الابي شنو كتساوي؟ كتساوي هي الام ا زائد الام بي. شحال كتساوي؟ كتساوي لينا 5. ياش سنتيمتر. اذا هاد القيمه هادي هاد ابي كتساوي هادي كتساوي نفس القيمه. الوغ شنو غنسنجو؟ الوغ ام اي لو ميليو ديال القطعه ا بي. بما ان الميليو ديال القطعه ا بي دونك ا بي و ام سون اليني. اذا حنا عرفنا بانهم لي بوين اليني. مزيان حنا قيناهم بانهم نقاط مستقيميه. صافي دابا غادي نزيدو شنو اخر هنايا هنايا ديرو قياس. صافي حنا بينا بان هاد ثلاثه النقاط الاولين راهم اليني. مزيان نفس الطريقه غادي نبينو. شوف عندنا بان الان بي ناقص الان ا كتساوي لنا ياش ا بي. شحال كتساوي لنا؟ 5.7. صافي هادي غنقدو نقلبوها. صافي الا قلبناها غتولي علاقه شارل داكشي ديالها تولي هي مثلا بي ان زائد ان ا كتساوي ا بي. وهنايا غادي نسنجو الوغ غادي نقولو نراجع السطر الوغ ان الوغ ا بي اي ان سون اليني. ماشي دابا لقينا بان الا والان هادو لقيناهم بثلاثه بهم كلهم اليني. دابا بقات لينا غير البي. نفس القضيه غادي نديروها البي. نفس هادشي اللي كتبنا غادي نكتبو البي. صافي دونك غادي نقولو بان راه البي ا ناقص بي بي كتساوي لينا ا بي وكتساوي لينا 5.7. الو نيشان بلا ما بقا تكثر على راسك. راه النقاط اللي عندنا اللي هما ا بي و بي سون اليني. دونك راه ا بي ام ان اي بي سون دي بوان اليني ولا سون اليني. صافي سون اليني. احنا بينا السؤال الاولاني. ندوز السؤال رقم 2. اذا السؤال رقم الثاني ساشون كو ام ا كتساوي لينا 2.85. دونك عطاونا هذه كتساوي لينا واحد القيمه معينه ياك. قالوا لينا والان بي عطاونا عاوتاني هذا الان بي كتساوي واحد القيمه معينه. قالوا لينا ديتيرميني لي ميليو. هما ما عطاوناش لي ميليو شكون الميليو. دونك هنا الميليو هي ام. صافي بغاو هما شنو بغاو منا؟ دونك بغاونا نديتيكتيو لي ميليو. شنو غادي ديروا نتوما؟ المهم غادي نفترضوا بان مثلا ام هي لو ميليو. ديتيرميني ميليو راه اصلا ام ميليو. هنايا راه بانت لنا ان ميليو. السؤال هذا راه زايد. اذا غادي نقولوا مثلا غادي ناخذوا شي نقطه اخرى من غيرها. مثلا نقولوا بان مثلا اي مثلا اي اي لو ميليو ديال القطعه ابي مثلا. الو
غنديرو ام هي القطعه ام ام اي لو ميليو ديال ا بي. دونك شنو ان ال ام قلنا خاصها تكون كتساوي لينا الام بي كتساوي لينا جوج فاصله كتساوي لينا ا بي مقسوم على جوج واللي كتعطينا هي جوج فاصله صافي تعطينا نفس الخارج صافي. فوالا دابا غادي ندوز حيت انا عارفين بان هنا ام هي الميليو ديتيرميني راه حنا ديجا عارفين بان ابارتيغ من هنا نقدو نخرجوها من هنا صافي. نجيو من هنا مثلا نديرو هكا اولا غادي نجيو نديرو هكا نقولو بما اننا عندنا الام ا زائد الام بي كتساوي لينا ا بي راه الام بي هنايا غادي نقولو بان الام بي كتساوي لينا هي ا بي نقسم لنا هاد المسافه اللي هي الام ا وغنديروا الاب بي هي 5.7 غادي نقسم لنا 2 شحال 85 وغادي تعطينا الام بي حتى هي 2.85 صافي. دونك غنقولوا من موراها دونك نيشان ام نقولوا ام اي لو ميليو et le milieu de AP. صافي يلا انا غنمسح هادشي باش نديرو الثاني بنفس الطريقه. غادي ناخذ العمليه الثانيه اللي هي الان بي ناقص الان ا كتساوي لينا 5.7 ياك. دونك حنا علاش كنقلبوا شنو عطاونا هنا عطاونا الان بي فوالا. دونك هنايا نقلبوا على الان ا غادي نديرو ناقص الان ا كتساوي 5.7 وهذا غادي نجيبو جي اخرى غيولي ناقص الان بي غنضربو كلشي في ناقص غتولي هي الان ا كتساوي لينا شنو هنا هي الان بي ناقص 5.7 وغتعطينا الان بي قلنا هي 11.4 غنقسم لنا 5.7 وغتولي لنا الان ا كتساوي لينا هي 5.7 ونقولو دونك انا نقطة N et le milieu et le ماشي N نقطة A هنا هنا راه A A et le milieu ديال القطعة B مزيان فوالا. دونك في الأول حددنا بأن راه M والثاني حددنا بأنها هي A. دونك السؤال اللي عندي هنايا ساشون كو B et le milieu de AB نحسبوا المسافة بي ا فوالا ساشون جينا اللي يكون ان. دابا هنا بما اننا انا نقولوا اون اذا بما عندنا ان بي ميليو ديال القطعة ا بي هذا شنو تيعني تيعني ان المسافة البي ا كتساوي المسافة بي بي ياك عندهم نفس المسافات اولا البي ا اولا المسافه نديرو بما ان الميليو غادي نرسموها بحال هكا ها انت ها بي ها بي وها اذا غادي نقولو بان البي بي بي كتساوي بي بي هذه كتساوي جوج مرات بي ا ياك ولا كتساوي جوج مرات البي ا بي بي هي البي ا على جوج بي ا الا قسمناها على جوج هاد ما قسمنا غتعطينا بي بي مزيان هادي غادي نعوضوها وبويسكو ما عرفتش انا الكتاب واش كتبان لكم مزيان ولكن بويسكو عندنا بي ا ناقص بي بي كتساوي لينا 5.7 غادي نعوضو دابا هاد القيمه ديال بي بي هنا اذا غتولي لنا هي البي ا ناقص البي ا على 2 كتساوي لينا 5.7 غنوحدو المقام هنا غنحيدو هادشي هذا دونك غادي نوحدو المقام نضربو جوج جوج غتولي هي جوج بي ا ناقص بي ا على جوج كتساوي لينا 5.7 مزيان. دونك هنايا غنديرو بخطوة ونكخوة غادي نحسبو الفوق غتبقى لنا بي ا كتساوي وهادي غنضربو في هادي جوج مضروبة 5.7 إذا شحال كتساوي البي ا هو الخارج اللي عطانا ديال بي ان قبيله شحال 14
أولا 11.4. دابا حنا لقينا البي أ كتساوي 11.4. غادي نجيوها ديريكت هنا أون كونكلو، أون كونكلو، المهم معليناش، ولا أون ديدوير. دابا بني حسبنا البي أ، غادي نديرو هادي هي البي أ، حسبنا القيمة ديال البي أ. دابا غادي نستنتجو القيمة ديال البي بي، وحنا راه ديجا عارفين خرجناها، صافي ديجا حنا خرجنا البي بي. فوالا غادي نقولو هنايا بأن البي بي كتساوي لينا هي البي أ قسمة على جوج. شنو كتساوي لينا؟ 11.4 إلا قسمنا على جوج غتعطينا بأن البي بي كتساوي لينا 5.7. مزيان طخيبي، وحتى لهنا غنكون ساليت الصفحة ديالي. تنتمنى أنكم استفدتم مزيان، ما تنساش أنك تدعمنا بواحد لايك تحفيزي وتبارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. السلام عليكم. أحباس بلاتي، أشنو بالك؟ شنو الرأي ديالك على الفيديو؟ واش عجبك الفيديو أو لا ما عجبكش الفيديو؟ خلي لنا واحد التعليق وواحد لايك للفيديو، ولا ما عجبك الفيديو عندي لك الحل، هو دخل عندي الواتساب وكتب لي شنو اللي ما عجبكش الفيديو، وديك الساعة نحاول نطريطيو الأمور. السلام عليكم. إذا ليكزيرسيس نيميرو 4 ا بي ان سيغمون تيل كو كتساوي و ام ان ها 3 بوان تيل كو ام ا زائد ام بي كتعطينا 5.7، و ان بي ناقص ان ا كتساوي كذا، و بي ا كتساوي كذا. قال لك مونتخي، هادي مونتخي هي نبينو بان ا و بي و ا و بي و ام و ان و بي مالهم مستقيمية، كينتميو لنفس المستقيم. ساشون كو ان الام ا فيها 2.85 و ان بي فيها 11.4، اذا استنتج لينا المنتصفات ديال القطعة ا بي و ديال القطعة بي ان. و الا كانت بي هي الميليو ديال ا بي، حسب لينا المسافة البي أ والمسافة البي بي. تبع معايا مزيان باش تفهم. دابا غادي نجي وغادي نرسمو هاديك القطعة الأبي اللي القياس ديالها 5.7. غناخدو الكريون ديالنا وغنجيو لهنايا وغادي نرسمو 5.7، و ها هي 5.7 اللي هي القطعة أبي. نحيد المسطرة ديالي، و إذا هادي هي القطعة أ بي. دابا شنو قالو لينا عاوتاني؟ قالو لينا نعم أسيدي بان الام و ان و البي 3 بوان تيل كو، بان الام ا زائد الام بي كتساوي لنا 5.7. دابا هنا خاصنا نبينو مونتخي بان هادو مالهم اليني. شوف ليا من هنا غادي يمشيو نيشان، لا دابا ما كاين لا شكل لا والو، ما غاديش نحتاجو الشكل كاع في هادشي كامل، صافي تبع معايا مزيان باش تفهم شنو غادي نديرو هنايا باش غادي نبينو شنو غادي نقولو. واخا تبع معايا مزيان الله يرضي عليك، غادي نقولو اون. اذا شنو عندنا؟ قلنا بان الابي شنو كتساوي؟ كتساوي هي الام ا زائد الام بي. شحال كتساوي؟ كتساوي لينا 5.5 سنتيمتر. اذا هاد القيمه هادي، هاد ابي كتساوي هادي، كتساوي نفس القيمه. الوغ شنو غنستنتجو؟ الوغ ام اي لو ميليو ديال القطعة ا بي. بما انها الميليو ديال القطعة ا بي، دونك ا بي و ام سون اليني. اذا حنا عرفنا بانهم لي بوين اليني، مزيان حنا قيناهم بانهم نقاط مستقيمية، صافي. دابا غادي نزيدو شنو اخر هنا هنايا ديرو قياس، صافي. حنا بينا بان هاد ثلاثه النقاط الاولين راهم اليني، مزيان. نفس الطريقه غادي نبينو، شوف عندنا بان الان بي ناقص الان ا كتساوي لينا ياش ا بي. شحال كتساوي لينا؟ 5.7، صافي. هادي غنقدو نقلبوها، صافي. إذا قلبناها غتولي علاقة شارل، داكشي ديالها تولي هي مثلا بي ان زائد ان ا كتساوي ا بي. وهنايا غادي نستنتجو
الو غادي نقولو راجع اسطر. الو ان الو ا بي اي ان سون اليني. ماشي دابا لقينا بان ال ا وال ان هادو لقيناهم بثلاثة بيهم كلهم اليني. دابا بقات لينا غير بي. نفس القضية غادي نديروها لبي، نفس هادشي اللي كتبنا غادي نكتبو لبي صافي. دونك غادي نقولو بأن راه البي أ ناقص بي بي كتساوي لينا أ بي وكتساوي لينا خمسة فاصلة سبعة. ألو نيشان بلا ما بقا تكتر على راسك، راه النقاط اللي عندنا اللي هما أ بي و بي سون أليني. دونك را A B M N E P sont des points alignés ou là sont alignés صاف sont alignés. احنا بينا السؤال الاولاني، ندوز السؤال رقم جوج. اذا السؤال رقم الثاني ساشون كو ام ا كتساوي لينا 2.85، دونك عطاونا هذه كتساوي لنا واحد القيمه معينه ياك. قالوا لنا والان بي عطاونا عاوتاني هاد الان بي كتساوي واحد القيمه معينه. قالوا لنا ديتيرميني لي ميليو، هما ما عطاوناش لي ميليو شكون الميليو. دونك هنا الميليو هي ام صافي. بغاو هما شنو بغاو منا؟ دونك بغاونا نديتيكتيو لي ميليو. شنو غادي ديروا نتوما؟ المهم غادي نفترضوا بان مثلا ام هي لو ميليو. ديتيرميني ميليو راه اصلا ام ميليو، هنايا راه بانت لنا ان بي ميليو. السؤال هذا راه زايد. اذا غادي نقولوا مثلا غادي ناخذ شي نقطه اخرى من غيرها. مثلا نقولوا بان مثلا اي مثلا اي اي لو ميليو ديال القطعه ابي مثلا. الوغ غنديرو ام هي القطعه ام، ام اي لو ميليو ديال ابي. دونك شنو ان ال ام قلنا اش خاصها تكون كتساوي؟ كتساوي لينا الام بي كتساوي لينا جوج فاصلة كتساوي لينا ا بي مقسوم على جوج، واللي كتعطينا هي جوج فاصلة صافي، تعطينا نفس الخارج صافي. فوالا دابا غادي ندوز، غادي ندوز حيت انا عارفين بان هنا ام هي الميليو ديتيرميني، راه حنا ديجا عارفين بان ابارتيغ من هنا نقدو نخرجوها من هنا صافي. نجيو من هنا مثلا نديرو هكا، اولا غادي نجيو نديرو هكا. نقولو بما اننا عندنا الام ا زائد الام بي كتساوي لينا ا بي، راه الام بي هنايا غادي نقولو بان الام بي كتساوي لينا هي ا بي نقصو منا هاد المسافة اللي هي الام ا، وغنديرو ا بي هي 5.7 غادي نقصو منها 2 فاصلة شحال 85، وغادي تعطينا الام بي حتى هي 2.85 صافي. دونك ونقولوا من موراها دونك نيشان ام، نقولوا ام اي لو ميليو، اي لو ميليو دو ابي صافي. يلا انا غنمسح هادشي باش نديرو للثاني. بنفس الطريقه غادي ناخذ العمليه الثانيه اللي هي الان بي ناقص الان ا كتساوي لينا 5.7 ياك. دونك حنا علاش كنقلبوا؟ شنو عطاونا هنا؟ عطاونا الان بي فوالا. دونك هنايا نقلب على الان ا، غادي نديرو ناقص الان ا كتساوي 5.7، وهذا غادي نجيبو جهه اخرى غيولي ناقص الان بي. غنضربو كلشي في ناقص غتولي هي الان ا كتساوي لينا شنو هنا؟ هي الان بي ناقص 5.7، وغتعطينا الان بي قلنا هي 11.4، غنقصو منها 5.7 وغتولي لنا الان ا كتساوي لينا هي 5.7. ونقولو دونك راه النقطة ان اي لو ميليو، اي لو
ماشي ان نقطة ا هنا، هنا راه ا اي لو ميليو ديال القطعة ب. مزيان، فوالا. دونك في الاول حددنا بان راه ام، والثاني حددنا بانها هي ا. دونك السؤال اللي عندي هنايا ساشون كو بي اي لو ميليو دو ا بي، نحسبوا المسافة بي ا، فوالا. ساشون جينا ليكون ان. دابا هنا بما اننا انا نقولوا اون، اذا بما عندنا ان بي ميليو ديال القطعة ا بي، هذا شنو تيعني؟ تيعني ان المسافة البي ا كتساوي المسافة بي بي، ياك؟ عندهم نفس المسافات او لا؟ البي ا او المسافة نديرو بما ان الميليو غادي نرسموها بحال هكا، ها انت ها بي ها بي وها. اذا غادي نقولوا بان البي بي بي كتساوي بي بي، هذه كتساوي جوج مرات بي ا، ياك؟ ولا كتساوي جوج مرات البي ا. بي بي هي البي ا على جوج، بي ا الى قسمناها على جوج هاد ما قسمناها غتعطينا بي بي. مزيان، هذه غادي نعوضوها، و بويسكو ما عرفتش انا كتاب واش كتبان لكم مزيان، ولكن بويسكو عندنا بي ا ناقص بي بي كتساوي لينا 5.7، غادي نعوضو دابا هاد القيمة ديال بي بي هنا، إذن غتولي لنا هي البي ا ناقص البي ا على اثنان كتساوي لينا 5.7. غنوحدو المقام هنا، غنحيدو هادشي هدا، دونك غادي نوحدو المقام نضربو جوج جوج، غتولي هي جوج بي ا ناقص بي ا على جوج كتساوي لينا 5.7. مزيان، دونك هنايا غنديرو بخدوي اون كخوا، غادي نحسبو الفوق غتبقى لنا بي ا كتساوي، وهادي غنضربو في هادي جوج مضروبة في 5.7. إذا شحال كتساوي البي ا؟ هو الخارج اللي عطانا ديال بي ان قبيلة شحال؟ 14 أولا 11.4. دابا حنا لقينا البي ا كتساوي 11.4، غادي نجيوها ديريكت هنا اون كونكلو، اون كونكلو المهم معليناش، ولا اون ديدوير. دابا بني حسبنا البي ا، غادي نديرو هادي هي البي ا، حسبنا القيمة ديال البي ا. دابا غادي نسنجو القيمة ديال البي بي، وحنا راه ديجا عارفين خرجنا، صافي ديجا حنا خرجنا البي بي، فوالا. غادي نقولو هنايا بأن البي بي كتساوي لينا هي البي ا قسمة على جوج، شنو كتساوي لينا؟ 11.4 إلى قسمنا على جوج غتعطينا بأن البي بي كتساوي لينا 5.7. مزيان، تخي بيان، وحتى لهنا غنكون ساليت الصفحة ديالي. تنتمنى أنكم استفدتوا مزيان، ما تنساش أنك تدعمنا بواحد لايك تحفيزي وتباطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك. السلام عليكم.